أكد صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على أهمية الدور المناط بالبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الدول الشقيقة والصديقة في دعم الصورة الحضارية لمملكة البحرين وحرص المملكة الدائم على بناء علاقات فاعلة مع الدول الشقيقة والصديقة قائمة على الاحترام المتبادل بما يخدم المصالح الوطنية وتنميتها وتعزيز دور ومكانة مملكة البحرين في محيطها العربي والدولي. جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر الرفاع هذا اليوم بالسفير أنور يوسف العبدالله سفير المملكة لدى جمهورية الصين الشعبية والسفير حامد محمد العصفور سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك بحضور معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية، حيث هنى سموه السفيرين على ما حظي به من ثقة ملكية سامية بتعيينهما، وتمنى سموه لهما كل التوفيق والنجاح في مهام عملهما الجديد دعما وتعزيزا للعلاقات القائمة بين المملكة وكل من الجزائر والصين وفتح آفاق أرحب للتعاون المشترك. من جانبهما أبدى السفيران بالغ شكرهما لصاحب السمو الملكي ولي العهد على ما تفضل به سموه من توجيهات أكدت على حرص سموه على مواصلة تطوير مسيرة العلاقات مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الصين الشعبية في شتى القطاعات.